حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إبليس اللعين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله الموحدين، أنصتوا إلى هذا الحديث، أنصتوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إبليس اللعين، عن معاذ بن جبل، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت رجل من الأنصار في جماعة، فنادى منادي: يا أهل المنزل، أتأذنون لي بالدخول ولكم إلى حاجة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من المنادي؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله: هذا إبليس اللعين لعنه الله تعالى. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أتأذن لي يا رسول الله أن أقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عمر، أما علمت أنه من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم؟ ولكن افتحوا له الباب فإنه مأمور، فافهموا عنه ما يقول، واسمعوا منه ما يحدثكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ففتح له الباب فدخل علينا، فإذا هو شيخ أعور، وفي لحيته 7 شعرات كشعر الفرس الكبير، وأنيابه خارجة كأنياب الخنزير، وشفتاه كشفتي الثور. أنصت أخي المسلم، هو شيخ أعور، وفي لحيته 7 شعرات كشعر الفرس الكبير، وأنيابه كأنياب الخنزير، وشفتاه كشفتي الثور. فقال إبليس: السلام عليك يا محمد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. فقال النبي: السلام لله يا لعين، قد سمعت حاجتك، فما هي حاجتك؟ فقال له إبليس: يا محمد، ما جئتك اختيارا، ولكن جئتك اضطرارا. فقال النبي: وما الذي اضطرك يا لعين؟ ما الذي جاء بك؟ فقال إبليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: آتاني ملك من عند رب العزة. فقال الملك لإبليس: إن الله تعالى يأمرك أن تأتي لمحمد وأنت صاغر ذليل متواضع، وتخبره كيف مكرك ببني آدم، وكيف إغواؤك لهم، وتكون صادق معه في أي شيء يسألك، فوعزتي وجلالي لئن كذبته بكذبة واحدة ولم تكن صادق معه، لأجعلنك رمادا تلعب بك الرياح، ولأشمتن الأعداء بك. وقد جئتك يا محمد كما أمرت، فاسأل عما شئت، فإن لم أكون صادقا معك فيما سألتني عنه شمتت بالأعداء، وما شيء أصعب من شماتة الأعداء يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فأخبرني من أبغض الناس إليك. فقال إبليس: أنت يا محمد أبغض خلق الله إلي، ومن هو على ملتك؟ فقال النبي: ماذا تبغض أيضا؟ فقال: شاب تقي وهب نفسه لله تعالى. قال نبي: ثم من؟ قال: عالم ورع عرفت أنه صبور. فقال النبي: ثم من؟
قال: من يدوم على تهارة ثلاثة؟ فقال النبي: ثم من؟ قال: فقير صبور، إذ لم يصف فقره لأحد ولم يشك ضره لأحد. فقال النبي: وما يدريك أنه صبور؟ قال: يا محمد، إذا شكى ضره لمخلوق مثله 3 أيام لم يكتب الله له عمل الصابرين. فقال النبي: ثم من؟ قال: غني شاكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنه شكور. فقال إبليس: إذا رأيته يأخذ من حله ويضعه في محله. فقال النبي: كيف يكون حالك إذا قامت أمتي إلى الصلاة؟ فقال: يا محمد، تلحقني الحمة والرعدة. قال: ولما يا لعين؟ قال إبليس: إن العبد إذا سجد لله سجدة رفعه الله درجة. قال النبي: فإذا صاموا؟ قال: أكون مقيدا حتى يفطروا. قال: فإذا حجوا؟ قال: أكون مجنونا. قال النبي: وإذا قرأوا القرآن؟ قال إبليس: أذوب كما يذوب الرصاص على النار. فقال النبي: وإذا تصدقوا؟ قال: فكأنما يأخذ المتصدق المنشار فيجعلني قطعتين. فقال له النبي: ولما ذلك يا أبا مرة؟ قال: فإن في الصدقة 4 خصال، وهي: إن الله تعالى ينزل فيما له البركة وحببه إلى حياته، ويجعل صدقته حجابا بينه وبين النار، ويدفع بها عنه العاهات والبلايا. فقال له النبي: فما تقول في أبي بكر؟ فقال: يا محمد، لم يطيعني في الجاهلية، فكيف يطيعني في الإسلام؟ فقال النبي: فما تقول في عمر بن الخطاب؟ فقال إبليس: والله ما لقيته إلا وهربت منه. قال النبي: فما تقول في عثمان بن عفان؟ قال: أستحي ممن استحت منه ملائكة الرحمن. قال: فما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال: ليتني سلمت منه رأسا برأس، ويتركني وأتركه، ولكنه لم يفعل ذلك قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أسعد أمتي وأشقاك أنت إلى يوم معلوم. فقال له إبليس اللعين: هيهات هيهات يا محمد، وأين سعادة أمتك وأنا حي لا أموت إلى يوم معلوم؟ وكيف تفرح على أمتك؟ وكيف تفرح على أمتك وأنا أدخل عليهم في مجاري الدم واللحم وهم لا يروني أبدا؟ فوالذي خلقني وأنظرني إلى يوم يبعثون لأغوينهم أجمعين، جاهلهم وعالمهم، وأميهم وقارئهم، وفاجرهم وعابدهم، إلا عباد الله المخلصين. قال: وما هم المخلصون عندك يا إبليس؟ قال إبليس: أما علمت يا محمد أن من أحب الدرهم والدينار ليس بمخلص لله تعالى؟ وإذا رأيت الرجل لا يحب الدرهم والدينار ولا يحب المدح والثناء، علمت أنه مخلص لله تعالى فتركته، وأن العبد ما دام يحب المال والثناء وقلبه متعلق بشهوات الدنيا فإنه أطوع ممن أصف لكم، فإنه أطوع ممن أصف لكم. أما علمت يا محمد أن حب المال من أكبر الكبائر؟ أما علمت أن حب المال من أكبر الكبائر يا محمد؟ أما علمت أن حب الرياسة من أكبر الكبائر يا محمد؟ وإن التكبر من أكبر الكبائر يا محمد؟ أما علمت إن لي 70,000 ولد، ولكل ولد منهم 70,000 شيطان، فمنهم من قد وكلته بالعلماء، ومنهم من قد وكلته بالشباب، ومنهم من وكلته بالمشايخ، ومنهم من قد وكلته بالعجائز. أما الشبان فليس بيننا وبينهم خلاف، أما الصبيان فيلعبون بهم كيف شاءوا، ومنهم من قد وكلته بالعباد، ومنهم من قد وكلته بالزهاد، فيدخلون عليهم
فيخرجوهم من حال إلى حال ومن باب إلى باب حتى يسبوهم بسبب من الأسباب، فأخذ منهم الإخلاص وهم يعبدون الله تعالى بغير إخلاص وما يشعرون. أما علمت يا محمد أن برصيصا الراهب أخلص لله 70 سنة؟ كان يعافي بدعوته كل من كان سقيما، فلم أتركه حتى زنى وقتل وكفر، وهو الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء، قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أما علمت يا محمد أن الكذب مني وأنا أول من كذبت، ومن كذب فهو صديقي، ومن حلف بالله كاذبا فهو حبيبي. أما علمت يا محمد أني حلفت لآدم وحواء بالله إني لكما لمن الناصحين، فاليمين الكاذبة، فاليمين الكاذبة سرور قلبي، والغيبة والنميمة فاكهتي وفرحي، وشهادة الزور كرة عيني ورضاي. ومن حلف بالطلاق يوشك أن يأثم ولو كان مرة واحدة، ولو كان صادقا، فإنه من عود لسانه بالطلاق حرمت عليه زوجته، ثم لا يزالون يتناسلون إلى يوم القيامة، فيكونون كلهم أولاد زنا، فيكونون كلهم أولاد زنا، فيدخلون النار من أجل كلمة. يا محمد إن من أمتك من يؤخر الصلاة ساعة فساعة، كلما يريد أن يقوم إلى الصلاة لزمته فأوسوس له وأقول له الوقت باق، وأقول له الوقت باق، وأنت في شغل حتى يؤخرها ويصليها في غير وقتها، فيضرب بها في وجهه، فإن هو غلبني أرسلت إليه واحدة من شياطين الإنس تشغله عن وقتها، فإن غلبني في ذلك تركته حتى إذا كان في الصلاة قلت له انظر يمينا وشمالا فينظر، فعند ذلك أمسح بيدي على وجهه وأقبل ما بين عينيه، أقول له قد أتيت ما لا يصح أبدا. وأنت تعلم يا محمد من كثر الالتفات في الصلاة يضرب، وصلى وحده أمرته بالعجلة فينكرها كما ينكر الديك الحبة ويبادر بها، فإن غلبني وصلى في الجماعة ألجمته بالجام، ثم أرفع رأسه قبل الإمام وأضعه قبل الإمام. وأنت تعلم أن من فعل ذلك بطلت صلاته يا محمد، ويمسخ الله رأسه رأس حمار يوم القيامة. فإن غلبني ذي ذلك أمرته أن يفركع أصابعه في الصلاة حتى يكون من المسبحين لي وهو في الصلاة، فإن غلبني في ذلك نفخت في أنفه حتى يتثاءب وهو في الصلاة، فإن لم يضع يده على فمه دخل الشيطان في جوفه، فيزداد بذلك حرصا في الدنيا وحبا لها، ويكون سميعا مطيعا لنا. وأي سعادة لأمتك يا محمد وأنا آمر المسكين أن يدع الصلاة وأقول له ليست عليك صلاة، إنما هي على الذي أنعم الله عليه بالعافية، لأن الله تعالى يقول ولا على المريض حرج، وإذا أفقت صليت ما عليك حتى يموت كافرا. فإذا مات تاركا للصلاة وهو في مرضه لقي الله تعالى وهو غضبان عليه يا محمد. وإن كنت كذبت أو زغت فاسأل الله أن يجعلني رمادا تتلاعب بي الرياح. يا محمد أتفرح بأمتك وأنا أخرج سدس أمتك من الإسلام؟ فقال النبي: يا لعين، من جليسك؟ قال: آكل الربا. فقال النبي: فمن صديقك؟
قال الزاني. قال فمن ضجيعك؟ قال إبليس السكران. فقال النبي فمن ضيفك؟ قال السارق. فقال النبي فمن رسولك؟ قال الساحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما قرة عينيك؟ فقال الحلف بالطلاق. فقال الرسول فمن حبيبك؟ قال تارك صلاة الجمعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لعين فما يكسر ظهرك؟ قال إبليس اللعين سهيل الخيل في سبيل الله. فقال النبي فما يذيب جسمك؟ فقال توبة التائب. فقال النبي فما ينضج كبدك؟ قال كثرة الاستغفار لله تعالى بالليل والنهار. فقال النبي فما يخزي وجهك؟ قال صدقة السر. قال فما يطمس عينيك؟ قال صلاة الفجر. قال فما يكمع رأسك؟ قال كثرة الصلاة في الجماعة. قال فمن أسعد الناس عندك؟ قال تارك الصلاة عامدا. قال النبي فأي الناس أشقى عندك؟ قال البخلاء. قال فما يشغلك عن عملك؟ قال مجالس العلماء. قال فكيف تأكل؟ قال بشمالي وبإصباعي. قال فأي تستظل أولادك في وقت الحرور والسموم؟ قال تحت أظافر الإنسان. انظر أخي المسلم وانتبه إلى هذا الحديث جيدا. يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إبليس أين تستظل أولادك في وقت الحرور والسموم؟ فقال إبليس تحت أظافر الإنسان. قال النبي فكم سألت من ربك حاجة؟ قال 10 أشياء. فقال النبي فما هي يا لعين؟ قال سألته أن يشركني في بني آدم في مالهم وولدهم فأشركني فيهم، وذلك قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غورا، وكل ما لا يزكي فإني آكل منه، وآكل من كل طعام خالطه الربا والحرام، وكل ما لا يتعود عليه من الشيطان الرجيم، وكل من لا يتعوز عند الجماع، فإذا جامع الرجل زوجته فإن الشيطان يجامع معه، فيأتي الولد سامعا ومطيعا، ومن ركب دابة يسر عليها في غير طلب حلال فإني رفيقه، لقوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وسألته أن يجعل لي بيتا فكان الحمام لي بيتا، وسألته أن يجعل لي مسجدا فكان الأسواق لي مسجدا، وسألته أن يجعل قرآنا فكان الشعر لي قرآنا، وسألته أن يجعل لي ضجيعا فكان السكران لي ضجيعا، وسألته أن يجعل لي أعوانا فكان القدري لي أعوانا، وسألته أن يجعل لي إخوانا فكان الذين ينفقون أموالهم في المعصية لي إخوانا. ثم تلا قوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فقال النبي لولا أتيتني بتصديق كل قول بآية من كتاب الله عز وجل ما صدقتك أبدا. قال إبليس يا محمد سألت الله تعالى أن أرى بني آدم وهم لم يروني فأجراني على عروقهم مجرى الدم، أتجول بنفسي كيف شئت وإن شئت في ساعة واحدة. فقال الله تعالى لك ما سألت، وأنا أفتخر بذلك إلى يوم القيامة، وإن من معي أكثر ممن معك، وأكثر ذرية آدم معي إلى يوم القيامة، وأنا لي ولدا سميته جمعة يتجول في أذن العبد إذا نام عن صلاة الجمعة، ولولا ذلك ما وجد الناس نوما حتى يؤدوا الصلاة، وإن لي ولدا سميته المتقاضي، فإذا عمل العبد طاعة سرا
وأراد أن يكتمها لا يزال يتقاضى به بين الناس، لا يزال يتقاضي به بين الناس حتى يخبر بها الناس، فيمحو الله تعالى 99 ثوابا من 100 ثواب. وإن لي ولدا سميته كحيلا، وهو الذي يكحل عيون الناس في مجلس العلماء وعند خطبة الخطيب حتى ينام عند سماع كلام العلماء، فلا يكتب الله له ثوابا أبدا. وما من امرأة تخرج إلا قعد الشيطان عند مؤخرها، وما من امرأة تخرج إلا قعد الشيطان عند مؤخرها، وشيطان قعد في حجرها يزينها للناظرين ويقولان لها اخرجي يدك، فتخرج يدها ثم تبرز ظفرها فتهتك. ثم قال: يا محمد، ليس من الإضلال شيء، إنما موسوس ومزين، ولو كان الإضلال بيدي ما تركت أحدا على وجه الأرض ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا صائما ولا مصليا، كما أنه ليس لك من الهداية شيء، بل أنت رسول ومبلغ، ولو كانت بيدك ما تركت على وجه الأرض كافرا، وإنما أنت حجة الله تعالى على خلقه، وأنا سبب لمن سبقت له الشقاوة، والسعيد من أسعد الله في بطن أمه، والشقي من أشقاه الله في بطن أمه. فقرأ رسول الله قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ثم قرأ قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا مرة، هل لك أن تتوب وترجع إلى الله تعالى وأنا أضمن لك الجنة؟ فقال إبليس اللعين: يا رسول الله، قد قضى الأمر وجف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فسبحان من جعلك سيد الأنبياء المرسلين وخطيب أهل الجنة فيها وخصك واصطفاك، وجعلني سيد الأشقياء وخطيب أهل النار، وأنا شقي مطرودا، وهذا آخر ما أخبرتك عنه، وقد كنت صادق فيه، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، وآمين على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع الشيخ أحمد مجدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تليفون 010-730-4340. في تليفون تاني موبينيل، معرفش رقم والله مش حافظه، وفي تليفون تالت اتصالات برضو مش حافظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.